بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكين عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل دائما في دورة دوت نت كور. درس اليوم هو تكملة للدرس السابق الذي تكلمنا فيه على الريديس. إذا درس اليوم كيفية التعامل مع الريديس عن طريق الكود سي شارب في تطبيق. في البداية سنعمل أبليكاسيون كونسول، ثم نعمل ويب أبي أي، يعني التطبيق الذي تعودنا أن نعمل عليه، وهو ويب بي اي دوت نت كور. اذا سنفتح فيجوال ستوديو ونذهب الى نيو بروجكت، نحدد كونسول ابلكيشن او كونسول اب دوت نت كور، نعمل اوكي. وهذا تطبيق كونسول ابلكيشن، اذا للتعامل مع ريديس بواسطه الدوت نت دوت نت كور نحتاج إلى مكتبة كالعادة عن طريق نيوجيت. إذا لابد من تثبيت مكتبة، المكتبة أو أحسن مكتبة، لأن هناك الكثير من المكتبات. أحسن مكتبة حسب ما وجدت في النت هي ستاك اكسشانج ريديس. إذا هذه المكتبة، هذه الدوكمنتاسيون حضرتها لكي نعمل بعض الأمور معا. إذا نذهب إلى نيوجيت كالعادة، يعني لتثبيت المكتبات، وبروز، ونذهب إلى نبحث على هذه المكتبة ريديس. هناك الكثير كما قلت في الريديس، يعني هناك الكثير من المكتبات، وأحسنها ليس الكثير لكن هناك بعض المكتبات، وأحسنها ستاك اكسشانج ريديس، ونعمل انستال. بعد التثبيت قلنا أن ريديس ما هي؟ هي عبارة عن شبه قاعدة بيانات أو قاعدة بيانات من نوع ديكشنري، يعني كلي فالور أو كي فاليو، تشتغل على الذاكرة. يعني كل التخزين، يعني كل البيانات التي نخزنها تخزن في الذاكرة، وهذا يجعل التطبيق سريع جدا. نعمله نستعملها خاصة في اثنين من الأمور، هي مثلا السيسيون ديجيتاليزاتور، يعني السيشن عندما يكون يعني مستعملين عندنا في التطبيق، نستطيع يعني تخزين كلي الذي يمثل المستعمل الفلاني مع بعض الداتا التي نحتاجها ايضا في العمليه الحسابيه، عندما تكون لمام كريتير، يعني لمام بمعنى كل، لنفرض ان وجدنا ان جميع المستعملين لموقع ما او تطبيق ما يحددون مثلا بعض الكريتير، يعني بعض الامور لعمليه حسابيه، يعني بعض المعطيات المدخلات لعمليه حسابيه، ونفس المعطيات هذه مستعملة بكثرة 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 في التطبيق. لذلك من الأحسن تخزين هذه العملية الحسابية أو الناتج العملية الحسابية، نخزنه في هذه الذاكرة، وبعد ذلك مباشرة عندما المستعمل يريد أو يرسل الداتا أو البيانات المدخلة بنفس القيم التي حددناها سابقا، نعطيها النتيجة مباشرة، ولا لا نجعل السيرفر يشتغل أو يشتغل لإعادة عملية الحسابية. إذا تستعمل في العمليات الحسابية لتفادي تكرار العمليات الحسابية عندما تكون المدخلات نفسها. تستعمل في السيشن، تستعمل أيضا في الكاش، يعني كلي فاليو، والفاليو تكون HTML، والكلي يكون جريد أو داتا، يعني كلي فاليو، هذه خاصة بالكاش. إذا نحتاجها في الكثير من الأمور. سنقوم الآن بعد أن قمنا بالتثبيت، نتأكد أن كل شيء تمام. نيوجيت عفوا هنا، وهي هذه ريديس. كي لي كما تلاحظون هنا DLL اسمه اكسشانج، عفوا ستاك اكسشانج ريديس بوان DLL، وبداخله أكيد هناك التعليمات التي نحتاجها. نذهب إلى View مثلا، Object و Redis، وكما تلاحظون هذه المكتبة وفيها الكثير من الكلاسات. من بين الكلاسات التي نستعملها سنستعمل ماذا Multiple، هي أم أنا في الريديس، connection multiples.
ملتيبليكسر اذا كونكشن هذه التي تسمح لي بالاتصال مع القاعده، وهذا يعني وجدتها عن طريق الدوكيومنتاسيون هذه، انه اول شيء للاتصال او لفتح الاتصال لابد من يوز. اذا نضيف يوزينج، ثم يقول لي للاتصال مع قاعده بيانات مع السيرفر نعمل هذه التعليمه. إذا سنطبق مثال للاتصال مع قاعدة البيانات اللي هي ريديس، نعمل CMD نتأكد أن السيرفر يشتغل وكل شيء تمام. من الأحسن نذهب إلى كما تعودنا في الدرس السابق C Program ريديس، هو نكتب فقط ريديس سي ال اي في اللين دوكوموند نتحصل على هذا السيرفر. اذا هناك تعليمه تعطيني كل المفاتيح اللي هي كي اطوال كيس اطوال، عندي مفتاحين اعمل دال ماي كي ودال دال ماي كي مينيسكيل. اوكي الان كيس لا توجد عندي ولا مفتاح، اذا السيرفر يشتغل ولا يوجد عندي حتى ولا مفتاح، اريد الاتصال مع السيرفر، اتصلنا مع السيرفر. الان ماذا يقول لي؟ يقول لي الاتصال مع قواعد البيانات يمكنك اعطاء رقم يعني للقاعده، وهذا هنا سنستعمل مباشره الاتصال عفوا في السورس وليس هنا. إذا ريديز جيت داتابيز، هكذا أستطيع الوصول إلى قواعد البيانات. ثم ماذا؟ إذا اتصلت بالسيرفر، اتصلت بقاعدة البيانات، الآن سأنشئ مفتاح. إذا قال لي لإنشاء المفتاح هناك string set. إذا string set و value هذه سأعطيه قيمة اسمها زكريا عبد العالي. إذا db.stringset تسمح بالكتابة أو إنشاء كلي اسمه مايكي، كما تلاحظون اسمه مايكي والفاليو هي زكريا عبد العالي. إذا مايكي زكريا عبد العالي. أوكي الآن للقراءة أو سنتركها هكذا فقط، نعمل execute. اوكي نذهب الى هنا، اذا نتاكد انه انشا الكلي، وكما تلاحظون مايكي انشئ هنا. الان للقراءه، هناك تعليمه اخرى للقراءه مثل هذه التعليمه، اذا db string get ونعطيه اسم المفتاح اللي هو مايكي. هذه بما انها get string، string get يعني تعطيني var value من نوع string، string result و console و write ln و result. اذا نريد عرض هذه القيمة التي، لكن من أين؟ من القاعدة، من الريديس، سيتصل بالريديس، سيذهب إلى قاعدة البيانات، سيأتي يبحث على الكي ماي كي ويعطيني الفاليو. نسيت أن أعمل كونسول ريد الآن، كي أوقف. الاتصال بالسيرفر، الاتصال بالقاعدة، ثم get للفاليو، وكما تلاحظون أعطاني زكريا عبد العالي. إذا تعلمنا تعليمتين الget والset التي ذكرناها سابقا.
الآن كيف نعمل delete؟ طريقة نكتب db db و okay. delete ونعطيه المفتاح. سنتأكد انه سيمتي بروجرام ريديس كلي. إذا عندي مفتاح اسمه ماي كي، سأنفذ التطبيق الآن، سيقوم بحذفه. اوكي، الآن أبحث على هذا المفتاح. مثلا ينفذ. اوكي، المفتاح لا يوجد الآن. إذا هذه التعليمات التي عملناها في الكونسول أو ليندو كوموند سابقا، الآن عملناها بالكود. وهناك الكثير من التعليمات، تستطيعون الذهاب إلى الدوكيومنتاسيون، خاصة هذه الدوكيومنتاسيون التي فيها الكثير يعني في من الشرح حول كيفية إضافة البورت، كيفية مثل هنا كيفية إضافة اسم للسيرفر أو اسم أو الأوتوريزاسيون، هل هو أدمين أو لا. إذا كلها موجودة هنا في الدوكيومنتاسيون هذه، لكيفية يعني إعطاء الصلاحيات إلى آخره للوصول إلى قاعدة البيانات. الآن هناك التعليمات الخاصة بالكي، كي اكزيست، هل هو موجود أو لا. اكسبير كما تعلمنا كيف نعمل. ثم ننتقل إلى الليست. كما لاحظتم هنا الليست، ذكرنا أن للتعامل مع الليست هناك بعض التعليمات التي ذكرتها سابقا، لكن لم نعمل عليها أمثلة. سنمر إلى تطبيق معقد نوعا ما في الدرس الآتي إن شاء الله، حيث نضع يعني كأنها قاعدة بيانات ونضع فيها يوزرز، يعني نفس المثال على تطبيق ابلكيشن دوت نت كور اي بي، حيث يقوم بتخزين الداتا في عن طريق الكنترولر، يعني عن طريق كنترولر نضع بعض التعليمات او نأمره بتسجيل بعض الداتا في ريديس ثم احضارها بشكل اخر. اذا هنا الليست، هناك الكثير، سيت لستر موف، هناك كثير من التعليمات تستطيعون يعني التعامل معها حتى ندخل إلى الدرس القادم، حيث نعمل تطبيق أكثر يعني مع أبليكاسيون ويب أبي آي دوت نت كور. إلى درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.